السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم. النهاردة هنتكلم على برنامج جديد اسمه باث فايندر، برنامج متخصص في دراسة المسارات. يعني نفترض إن في حالة حريق حصلت، الناس تمشي إزاي؟ ده أبسط مثال. ممكن تعمل أمثلة كتيرة جدا، مثلا الناس تخرج من الشغل في أي حاجة تحصل وهكذا. طيب ده واجهة البرنامج، هقول له فايل وأقول له مثلا أوبن وأبدأ أفتح الملف. هحط لكم رابط للبرنامج ورابط للملف الشغل دوت عشان تطبق عليه الفيديوهات اللي هتبقى موجوده. اهوت تقدر تلف المبنى اهوت زي ما انت شايف، ده المبنى ودي المفروض ناس، بس هو حطينا بجوده قليله شويه عشان يبقى الفيديو مقبول. ممكن تقول له شو اس بيبل، تمام، وتبدا تشوف شكل الناس، تمام اهو. طيب هنا هتلاقي الفلورز، واحنا عندنا اختيارين، عندنا ممكن ان احنا نستورد الملف الاوتوكاد ونشتغل عليه، وممكن ان احنا نبدا نرسم الفلور ونرسم السلالم ونرسم الغرف ونرسم الابواب والشبابيك وكل اللي انت عايزه، تمام. يعني السلالم دي كلها ممكن نرسمها بالادوات ديت، وهتلاقيهم منظمين هنا. مثلا الفلور الفيوز ممكن تعلم على الدور دور، تبدا تعمل له دراسه لوحده وهكذا. ممكن تيجي مثلا في البروفايل هنا وتقول له انا عايز اشوف البروبرتيز، وتبدا تشوف بقى الشخصيات اللي موجوده، الحركه تبقى عامله ازاي، السرعه بتاعت الحركه، هل من حقه ان هو يستخدم السلالم ولا لا، الابواب، الاوت بوت، هتخرج لك ملف سي اس في. ومن هنا من سيموليشن تقدر تشوف البارامتر بتاع السيموليشن، تقدر تعمل ران للسيموليشن. الفيو تبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تخفيها او تشوفها، يعني مثلا مش عايز تشوف الناس، تمام، عايز اشوف البيهيفيور السلوك اللي موجود، عايز اشوف مثلا يعني عايز اشوف مثلا الاشكال، مثلا هي ديسك او سفير او هكذا، الالوان، عايز تغير السناب جريد، يعني في امكانيات كتيره في البرنامج. طيب خلينا نعمل ران سيموليشن، فبيبدا يعمل سيموليشن وهيفتح لي واجهه لرؤيه النتيجه بتاعت السيموليشن. اهوت لاحظ ان هنا بقى عندي الزرار ديت، هقول له بلاي فهيبدا يتخيل الناس هتمشي ازاي. ممكن تقول له انا عايز اشوفهم كبيبول اهوت زي ما انت شايف. طيب انا عايز اشوف المسارات بتاع كل واحد فيهم، فاجي اقول له هنا انا عايز اشوف الاوكيبانس باص، فبيبدا يقول لك كل واحد فيهم المسار بتاعه فين، يعني دول كلهم رايحين في مكان وده واخد اتجاه تاني خالص ملوش دعوه بيهم، يعني ما شاء الله، تمام. فهو بيوريك الناس كتير كانوا موجودين وبداوا يخرجوا بنظام معين، تمام. ممكن يكون عندك مشكله، تلاقي مثلا في حته معينه الناس كلها بتتزاحم عندها، فنبدا نشوف لها حلول. هي دي الفكره من دراسه البرنامج. ممكن تحتاج ان انت تعمل سلم هروب اخر، ما في يعني في تكدس وكده، فمحتاجين نعمل سلم هروب اخر. طبعا تقدر تيجي هنا وتسيفه كموفي كملف فيديو، وتقدر تقيس لو انت حابب تقيس اي حاجه، تقدر تغير لسوليد ريندر، تمام، او تخليها رياليستيك او تخليها وير فريم زي ما انت عايز.